ازاي حضراتكم عاملين ايه؟ كله تمام؟ ايه اللي بيحصل في روسيا؟ مش بقى الحرب الروسية الأوكرانية، وما الذي يحدث بين روسيا ومجموعة فاجنر؟ شيء غريب جدا. طيب ادي واحد، ايه اللي بيحصل في السودان؟ ومين اللي بيدفع ما يحدث في السودان للمزيد من التفاقم؟ شيء غريب جدا. ايه اللي بيحصل في افغانستان اللي كأنها اصبحت ناسيا منسيا؟ شيء غريب جدا. ايه اللي بيحصل في كل حتة في العالم؟ زي ما كنت بقولك في فلسطين، شيء غريب جدا. هو العدالة كانت ان العالم يأيد ميليشيات مسلحة ضد نظام قائم في سوريا؟ او ان العدالة ان العالم يغض الطرف بسبب جرائم وبشائع وسخائم وشنائع حصلت في العراق على ايد الدواعش وبيتفرج لحد ما العراق حرر نفسه يعني، بس العالم اتفرج. طب والعدالة بتقول ان العالم يخش يساعد على الفوضى داخل دولة مستقلة اسمها ليبيا، وبعد شوية يرجع يتفرج يقول لك احنا ملناش دعوة ملناش دخل، بس والنبي يا جماعة اعملوا بقى. انهي عدالة؟ عدالة ايه؟ هرجعك على اللي بيحصل مثلا في روسيا. مجموعة فاجنر انت ما تفهمش عمليا هم مع مين؟ مع نفسهم ولا مع الروس؟ طب وايه اللي يحرك مجموعة فاجنر باتجاه موسكو وتقف على مشارف العاصمة الروسية؟ 5000 مقاتل كامل العتاد، وبعد شوية يرجعوا تاني ويقولوا احنا راجعين لقواعدنا لتجنب إراقة الدماء. طب الوسيط في هذه الحالة كان رئيس بيلاروسيا، يكلم قائد مجموعة فاجنر أو ميليشيات فاجنر ليتوسط علشان تنسحب مجموعة فاجنر تاني. الأزمة جت بعد ما قائد فاجنر اتهم الجيش الروسي بأنه عمل عملية قصف للقوات وأنه راح ضحيتها حوالي 2000 مقاتل أو مجند أو مشارك، سميها زي ما تسميها، جوه ميليشيات فاجنر. فيبدأ بعدها على طول بعد هذا الاتهام قائد فاجنر يهدد رسمي انه اذا ما جاش وزير الدفاع ورئيس الاركان الروسي لمقابلتي شخصيا انا هتحرك ناحية موسكو. وبالفعل ولا راح وزير الدفاع الروسي ولا راح رئيس الاركان الروسي لمقابلته، فما كان من قائد فاجنر الا انه حرك مجموعاته لمدينة روستوف الروسية الحدودية، وبدأت تستولي على مواقع عسكرية وكما قالت وكالات الأنباء، ده طبقا للأخبار المنشورة صح. وبعد كده يعلن قائد فاجنر أنه متجه إلى موسكو. بعدها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول أنه حصل تمرد من فاجنر وأن هذه خيانة وأن هذه طعنة من الخلف، ويعلن عن عملية لمكافحة الإرهاب في العاصمة موسكو وبعض المدن الروسية الأخرى. طيب خلوني أستأذنكم أحاول أفهم أكتر من دكتور رامي محمد كامل الأليوبي، أستاذ الزائر بكلية الاستشراق في المدرسة العليا للاقتصاد بموسكو. أهلا بك يا دكتور رامي. مساء الخير. مساء النور، إزاي الصحة؟ تمام. مهم عندنا ان احنا نفهم، احنا فعلا يعني متلخبطين ومش قادرين نفهم ايه اللي بيجرى. فاجنر مع من ضد من؟ وما الذي دفع فاجنر للتحرك باتجاه موسكو؟ يعني في الواقع في الاساس فاجنر هي شركه عسكريه خاصه على غرار نموذج شركه بلاك ووتر الامريكيه، وقد ضاعت سيطرتها عالميا بعد ان شاركت في العمليات علية المخاطر في سوريا، وتحديدا في عملية تحرير مدينة تدمر من مسلحي داعش. ولكن المشكلة والاختلاف ما بين فاجنر وبلاك ووتر تكمن في أن القانون الجنائي الروسي يحظر تدريب المرتزقة وإشراكهم في أعمال القتال، فهذا وضعها ضمن منطقة رمادية من القانون، وبالتالي أصبحت أوضاعها غير منظمة. وبالتالي لما بدأت الحرب في أوكرانيا خرجت هذه الشركة إلى العلن، وبدأت تتمتع بدرجة عالية من الحرية والاستقلالية، وصلت إلى الحد أن مؤسس فاجنر يفتيني بريبوشن بات يذهب إلى السجون والإصلاحيات ليجند المساجين للقتال مقابل دوافع مادية والإفراج والعفو عنهم.
فبالتالي تدريجيا ما جرى ان هذه الشركه التي لا تخضع لاي قانون خرجت عن السيطره، وبالتالي واصبحت تشكل عنصر خطر للدوله الروسيه. وهذا فعليا ما ادى الى وقوع هذا التمرد الذي نشهد تداعياته اليوم. وبالتالي هذا طبعا يعني لا يصب في مصلحه الدوله الروسيه كونها يظهرها كدوله ضعيفه غير قادره على التحكم في كيانات الدوله. وبالتالي هذا ادى الى نشوب هذا الوضع الخطر والذي تسعى روسيا لاحتمائه اليوم. طيب دكتور رامي، يعني بعدما حصل هذا أو حدث هذا التحرك من قوات فاغنر ثم الانسحاب بوساطة من بيلاروسيا، تعتقد أنه خاصة مع تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه سوف يكون هناك تحرك ما من الجيش الروسي أو تحرك وقرارات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تجاه أو ضد ميليشيات أو قوات فاغنر؟ يعني من المؤكد أن الكرملين يضع الخيار العسكري كآخر خيار، لأن نشوب اقتتال داخلي ليس من مصلحة روسيا وليس من مصلحة الكرملين، لأن يعني وقوع حرب أهلية أو نزاع عسكري داخلي هو آخر ما يتمناه بوتين، الذي يقدم نفسه دوما كرجل حقق استقرارا داخليا وبلاديه. فبالتالي هو مؤكد أنه مصاب بهذا التيار، ولكن ذلك يعني أنه سيؤدى إليه تلقائيا. طيب يجي هنا سؤال آخر، فاغنر متواجدة في أكتر من دولة حول العالم، أظن حوالي 7 دول تعمل بها أو داخلها أو داخل حدودها أو حتى على حدود مشتركة مع دول أخرى تعمل بها قوات فاغنر. هل ما حدث في هذه الآونة من هذا الخلاف الروسي ما بين كريملين وما بين فاغنر قد يؤدي إلى تداعيات على أوضاع فاغنر في الدول الأخرى؟ هل سوف تقوم روسيا بعمليات استخباراتية للتقويض من قوة فاغنر؟ بالتأكيد هذه ضربة كبيرة بسمعة الشركة التي بدأت في السنوات الماضية تتوسع في العالم ولا سيما في القارة الأفريقية، حيث كانت تقوم بمهام قريبة من تلك التي تقوم بها الشركات الأمنية الخاصة، مثل تدريب الأفراد وأفراد جيش الشرطة والشرطة أقصد، وكذلك حراسة كبار الشخصيات. فبطبيعة الحال أي دولة تريد أن تتعامل مع شركة لها وضع قانوني في بلدها وليس في على خلاف مع حكوماتها. تعتقد دكتور رامي أن الوضع أو الحالة انتهت عند هذا الحد أما أن هناك تفاعلات وتداعيات أخرى في المستقبل القريب؟ حتى الآن كل المؤشرات تؤكد أن الأمور تتجه إلى التهدئة، لأن تفاقم الخلاف ليس في مصلحة أحد، هناك إجماعا روسيا في الإدراك على أن أي اضطرابات داخلية لروسيا تصب بالدرجة الأولى في مصلحة الغرب وهم أوكرانيا، ولذلك الآن بكل تأكيد هناك توجه نحو التهدئة، ولكن طبعا التداعيات ستأتي ولابد من إعادة النظر في أمور كثيرة في روسيا، ومنها مثلا وضع قانون ينظم أعمال الشركات العسكرية الخاصة، وكذلك تهديد إلى موقف من مسألة احتكار الدولة إلى حتى استخدام القوة، والعديد من الملفات ربما إقالات كبار الجنرالات ومسؤولي المخابرات والمخابرات المضادة الذين لم يرصدوا تلك أو فشلوا في التنبؤ بهذا التطور. أشكرك جدا دكتور رامي محمد كامل الأيوبي، الأستاذ الزائر بكلية الاستشراق في المدرسة العليا للاقتصاد بموسكو. عايز أخدكم قبل ما نروح للفاصل لتقرير من التقارير اللي أنا أحبها بصراحة، مبادرة كلنا واحد واللي أطلقتها وزارة الداخلية، ودي يمكن واحدة من ضمن المراحل بتاعة مبادرة كلنا واحد أو واحدة من تفاعلات مبادرة كلنا واحد. وإحنا عارفين مبادرة بأساسها أطلقت كي إن إحنا الداخلية تبقى واقفة بجانب المواطن تساعده قدر الإمكان. في مبادرة معمولة بقى من داخل عباءة كلنا واحد أو تحت هذه المظلة، مبادرة مأموري أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية. طب ايه اللي هيتعمل؟ الهدف انه يتم دعم اهالينا من محدودي الدخل، وطبعا بمناسبة عيد الاضحى المبارك كل سنة وانتوا طيبين. خلونا نشوف التقرير وبعدين نروح للفاصل ونرجع نكمل الكلام. احنا
احنا ولادك يا بلادي بتجري في دمنا، احنا اللي لما بتنادينا معاك كلنا. تتنوع المبادرات الإنسانية والاجتماعية التي تطلقها وزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، واستمرارا لهذا الدور فقد أعدت الوزارة عبوات غذائية متميزة لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا بمختلف المحافظات. توزيع هذه العبوات يتم تحت مظلة مبادرة كلنا واحد، مبادرة مأموري أقسام ومراكز الشرطة، ومن خلال مأموريات من مديريات الأمن كل بنطاقها تتوجه مباشرة إلى الأسر الأكثر احتياجاً لتسليمها لهم، كأحد الإسهامات الفاعلة والاجتماعية من الوزارة التي تعكس روح المشاركة بين الشرطة والمجتمع. متشكرين، تحيا مصر. التاريخ من بعدها وكلنا مؤمنين. ربنا يخلي الرئيس ويزيده من نعيم الله. بقاله شهر مبروك وسنة مبروك عليكم وعلى الأمة كلها وحضرة الرئيس. بلاده في يوم تعيش، البلد دي ما بتقعش، والأهم البلد دي ظهرها ما بينحنيش. يا رب يحميكم كلكم ويكتر منكم ويزود منكم يا رب، ويكفيكم شر ايدين الناس الغدرة. كل سنة طيب يا حاج، كل سنة طيب. يا بلادي في كل الأزمنة، وقت لما تحتاجينا احنا دايما هنا. لا مرة حسيت بخوف وقد الصروف مفيش. شكرا شكرا لعبد الفتاح السيسي وللداخلية. لو خدت تاخدي مني روحي، دي روحي هينه، وهو ايه في الدنيا اغلى. إشادة كبيرة من المواطنين المستفيدين من هذه المبادرة بحرص وزارة الداخلية على دعم الأسر المصرية لرفع الأعباء عنهم. دي هدية بسيطة من السيد رئيس الجمهورية. كل سنة وانت طيبة وعيد سعيد عليكي. احنا مصر ومصر احنا في كل صعب، والحكاية مستمرة من سنين. كل واحد فينا شرطة ولا شعب، حبها في قلوبنا بعد الدين دي. يا مصر ياللي شمسك لا يمكن تغيب. دي هدية السيد الرئيس ليكي، وكل سنة وانت طيبة. ربنا يخليه لنا ويبارك لنا فيه. كل سنة وانت طيبة. الله يخليك، ربنا يبارك له يا رب. كل سنة وانت طيب ويبارك. هذه القوافل الإنسانية المحملة بالخير ترسم الفرحة على وجوه الأهالي بالمناطق الأكثر احتياجا، وتحمل معها رسائل الدعم والمساندة لهم، والتأكيد على الاستمرارية لتصل لكل ربوع الوطن. أزمنة وقت لما تحتاجينا احنا دايما هنا. حتى تخدي مني روحي، دي روحي هينه، وهو ايه في الدنيا اغلى. احنا عايشين في امن وامان طول ما هو موجود معانا. الله يبارك لك. كل سنه وانتم طيبين. في كل ليل بطل تمام شايل اسمها، وكل ليل بيجي بعد منه فجرها. دي كانت زمان وبلدي. كل سنه وانتم طيبين، وربنا يخليكم لينا ويخلينا سعاده الرئيس اللي هو فاكرنا على طول. يا مصر ياللي شمسك لا يمكن تغيب، انا جنبك تملي ومنك قريب. انا اديلك عاديه وقد المسؤوليه وشرطه شعب. انا بشكر سياده الرئيس اللي هو فاكرنا وجاي لحد هنا، وربنا يعينه ويقويه، وشكرا على الهديه. بشكر سياده الرئيس على المبادره ديت، وكل عام وهو طيب. ربنا يخليك لنا يا رئيس، والف شكر. ولادها ابطال اسود وقد العهود، وجوه قلوبهم حبها. يا مصر ياللي شمسك لا يمكن تغيب، انا جنبك تملي ومنك قريب. انا اديلك عينيا وقد المسؤوليه، وشرطه شعب احنا ايدنا واحده على الغريب. في كل جيل بطل تملي شايل اسمها. كل سنه وانتم طيبين، ويا رب الناس كلها تكون بخير وبامان، وربنا يخلينا الرئيس عبد الفتاح السيسي. بعت لنا هديات مع المأمور، وربنا يبارك لنا في الرئيس عبد الفتاح السيسي. وكلنا مؤمنين بحبها من سنين. في كل ليل بطل تملي شايل اسمها، وكل ليل بيجي بعد منه فجرها. دي كانت زمان وبلدي، جه التاريخ من بعدها. كل سنه وانت طيب. احنا بنشكر سياده الرئيس ان فاكر الناس في الاعياد وفي المناسبات الطيبه،
ونقول له كل سنة وانت طيب. شرطة ولا شعب حبها في قلوبنا بعد الدين دي. دمتم ذخرا لنا ونقول التحية العسكرية المعهودة. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. ومنك قريب أنا أدينك عينيا وقد المسؤولية. وشرطة شعب احنا ايدنا واحدة على الغريب. في كل دين بطل تمام. الدور الإنساني والاجتماعي الذي تقوم به وزارة الداخلية إنما يهدف في المقام الأول إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، لذا تتنوع وتتواصل المبادرات، ومنها مبادرة مأموري أقسام ومراكز الشرطة، والتي تسعى للوصول إلى المواطنين في كل مكان على أرض الوطن. ربنا يكرمه وطول عمره ويستره وعينه على مصر كلها. طيب أهلا بحضراتكم مرة تانية، وعاد إلى أرض الوطن بسلامة الله سبحانه وتعالى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ده بعد مشاركته في قمة ميثاق التمويل العالمي واللي كانت عقدت في العاصمة الفرنسية باريس. الحقيقة أنه فخامة الرئيس يمكن ألقى أكثر من كلمة فيها أكثر من رسالة خلال مشاركته في هذه القمة، من بينها على سبيل المثال أن الأزمات اللي عصفت بالعالم خلال السنين الثلاثة اللي فاتوا فإنها تسببت في أعباء أكبر على الدول النامية. هذه الدول ما كانتش هي المتسببة في المتغيرات المناخية، ولكن أصبحت هي الأكثر تضرراً منه. كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية أدوا لارتفاع التضخم العالمي لمستويات قياسية، وأصبحت مسألة وإشكالية الديون بتتنامى بشكل خطير. في نفس الوقت حصل تضاؤل في الجدوى المنفعة اللي جاية من المعونات التنموية. الرئيس كمان اتكلم على ضرورة إصلاح هيكلي للهياكل المالية في العالم أو العالمية، وده علشان نقدر نعمل تعزيز حقيقي وتمويل للتنمية المستدامة، وإنه لازم يتم اتخاذ قرارات دولية سريعة تحول دون اندلاع أزمة ديون كبرى. يعني من الآخر الرئيس يحذر من أزمة ديون كبرى لا نستطيع السيطرة عليها. لا نستطيع السيطرة عليها بمعنى إيه يا جماعة؟ بمعنى أن الاقتصاد العالمي هيتوقف، الدول هتصبح غير قادرة على السداد. أنا بكلمك على أكبر دول العالم مديونة بتريليونات، الدولة الواحدة بتبقى مديونة بالتريليونات. لو كلمتك بقى على أمريكا، على اليابان، على فرنسا، الأرقام تخوف، يعني التريليون وانت طالع، وبالدولار طبعا. وعليه لو تفاقمت الأزمة الاقتصاد هيتوقف لأنه هتصبح الدول غير قادرة على السداد. طيب وإنه وده جزء من كلام الرئيس الحقيقة، وإنه تطوير سياسات بنوك التنمية متعددة الأطراف وتعزيز الحوار بينها وما بين وكالات التصنيف الائتماني من شأن ده إنه يحلحل من هذه الأزمات، يخفف من وطأة هذه الأزمات. واتكلم على تحديدا مصر وإنها قدرت إنها تنجح والحمد لله في إدارة خط الديون تمويل البرامج الخاصة بحماية البيئة. الرئيس دعا شركاء التنمية ودعا مؤسسات التمويل الدولية لتفهم الموقف المصري في تنفيذ برامج وخطط التنمية المستدامة، وده فورا بعد التحديات اللي واجهتها مصر خلال الثلاث سنين اللي فاتوا. الدول الأكثر تقدما وعدت بمئة مليار دولار علشان يحصل تنفيذ، طبعا ده بشكل سنوي، عشان يحصل تنفيذ للقرارات التي خرجت من قمة المناخ، وده لمدة 7 سنين، ولكن حتى هذه اللحظة مفيش. طيب بما انه مفيش، فللأسف الشديد الدول النامية هتفضل تصدر هجرة غير شرعية لأنها فاقدة للأمل. مصر من بين هذه الدول النامية،
مصر أوقفت الهجرة الشرعية، لكن في نفس الوقت مصر أصبحت مكان لتسعة مليون ضيف على حد تعبير الرئيس. احنا بنتكلم على دول حصلت فيها أزمات ومشاكل، وبالتالي مواطنين كتير من هذه الدول يقدر عددهم تقريبا بتسعة مليون موجودين عندنا في مصر. أهلا وسهلا على عيننا وعلى رأسنا. بس الدول كمان المتقدمة لازم تبقى فاهمة إن هي على عاتقها مسؤولية الريادة. طب خلوني أفهم إنه أو أفهم أكتر حول يعني حصاد هذه القمة من الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا أستاذ يوسف. أهلا شك النائب. كل سنة وحضرتك طيب الأول. وحضرتك قبل طيب أي حاجة. نور الدنيا كلها. كيف ترى هذه القمة وحصاد هذه القمة؟ هو بالتأكيد زي ما حضرتك أشرت وتكرمت سيادة الرئيس، الكلمة كانت كلمة شاملة وحاوية، وتحليل مضمونها بيركز على تقديم روجيتا لتصويب مسار الاقتصاد الدولي في هذا التوقيت. القضية حضرتك ليست قضية ديون وليست قضية تنبيه بسلوكيات الدول الكبرى تجاه الدول النامية والالتزامات التي فرضها المجتمع الدولي في مراحل ما بين أزمة كورونا وارتدادات الأزمة الروسية الأوكرانية. هي رسالة تنبيه سيادة الرئيس وجهها من باريس إلى العالم، بمعنى أنه لابد أن يكون هناك تصويب لمسار النظام الاقتصادي العالمي، اللي هو النظام القائم على فكرة الرأسمالية الموجهة وصناديق المال والصناديق الاقتصادية اللي هي وفق النظام الرأسمالي المعتاد. جزء مما يجري هو مرتبط بعلاقة تحتاج إلى تصويب ما بين الدول النامية والدول الكبرى اللي ليها مسؤولية كبيرة. البعض يتصور حضرتك سيادة النائب أنها مرتبطة بالالتزامات الخاصة بالتغيرات المناخية، وطبعا من باريس إلى الشرم ومن الشرم إلى الإمارات خلال الأشهر المقبلة في النسخة الجديدة من هذا المؤتمر. رسالة مهمة سيادة الرئيس أراد أن يقولها، أنه لابد للدول الكبرى أن تلتزم بأن تقدم هذه النسب المحددة. هي ليست تعويضات لكنها أطر حاكمة وأرقام حاكمة ومؤشرات لعلاقة هذه الدول بعضها ببعض. الأمر الآخر، هي ليست القضية في $100 مليون، لكن هي القضية مرتبطة بعدم وفاء هذه الدول بالالتزامات، لأنه كانت في التزامات متعلقة بتصويب وتصحيح مسار النظام الاقتصادي العالمي وتحديد اتجاهاته، لأن اتجاهات النظام الدولي نظام الاقتصادي الدولي متعدد الأقطاب، قام على فكرة محددة ومنضبطة، هي أن صناديق المال الدولية والمؤسسات وهياكل التمويل الاقتصادية فيها خلل ارتبط طبعا بكثيف المعونات والمساعدات في مراحل معينة، وارتبط بطبيعة الحال بمحاولة لإصلاح وتقديم روجيتات لبعض الدول اللي هي محتاجة إلى المساعدات. المديونية العالمية كبيرة للغاية، حضرتك متابع جيدا وأنا أعلم ذلك. موضوع سقف الدين الأمريكي طبعاً. الولايات المتحدة أكبر دولة في العالم، كانت هناك إشكاليات متعلقة بتحديد سقف الدين ونسب الفايدة، وطبعا كان في مشاكل كبيرة في الولايات المتحدة، وارتبطت بطبيعة الحال بتحديد شكل سقف الدين العام والتعامل معه. العالم كله أصبح مديون، يعني لا توجد، رغم أن الولايات المتحدة بنقول أكبر دولة في العالم لكنها تعاني من هذه المشكلة. فما بال حضرتك الدول النامية والدول التي تضررت من أزمة كورونا وارتدادات الأزمة الروسية الأوكرانية. وبالتالي رسالة السيد الرئيس في باريس كانت بتركز على هذا، إذا أردتم تمويلا وتصويب مسار هذا النظام النقدي لابد من إصلاحات هيكلية مفصلية حضرتك في استراكشر النظام الاقتصادي العالمي اللي هو بتديره الولايات المتحدة والاقتصاديات الليبرالية في العالم. إذا تم هذا أنا أعتقد سيكون هناك عالم أكثر إنصافا، لأنه هناك بطبيعة الحال خلل بنيوي في العلاقات الاقتصادية الدولية والاقتصاديات التنموية، وإحنا بنتكلم حضرتك على التجارب التنموية في العالم. علينا أن نفهم جيدا وندرك أن حضرتك لا يوجد نموذج واحد، يعني ليس صحيحا أن النموذج الليبرالي الأمريكي هو النموذج الأصلح لإدارة الاقتصاد العالمي. هناك طبعا تجارب تنموية كبيرة، يعني الصين على سبيل المثال طبعاً. المجموعات الأسيان، مجموعات شنغهاي، طبعا التجمعات دي مهمة للغاية طبعاً. والصين برغم نظامها السياسي طبعا هي أكبر اقتصاد عالمي، ودخلت في مناطحة ومناكفة مع الولايات المتحدة في إطار عالم متعدد الأقطاب. فبالتالي لا يوجد نموذج ليبرالي واحد،
ما أراد السيد الرئيس أن يقوله بصورة مباشرة ووجه رسالة فيه إلى الدول الكبرى هي موضوع الالتزامات، سواء كان الملايين اللي تم تحديدها للاقتصاديات التنموية وجزء منها بالتجارب التنموية الناجحة. في تجارب تنموية ناجحة عديدة في دول العالم لم تقتصر حضرتك سيادة النائب على الولايات المتحدة، وهذه هي النقطة المهمة. إذا أردت أن تبني اقتصاد دولي عالمي جديد طبعا لابد من سياسات مالية ونقدية، لابد من إصلاحات هيكلية في مفاصل هذا الاقتصاد بقطاعات التنموية المختلفة. للتنمية المستدامة لا يمكن أن تتم بين أقاليم وقطاعات مختلفة من الدول اللي هي بتعاني من خلل بنيوي في اقتصادها، لكن في النهاية أنت أمام عالم جديد يتشكل. هذا العالم الجديد الذي يتشكل ليس على المستوى السياسي فقط، لكن أيضا على المستوى الاقتصادي. الرسائل التنبيه المبكرة اللي أطلقها السيد الرئيس في باريس مهمة للعالم، العالم الرأسمالي الكبير فرنسا، النظام الدولي سواء كان بريطانيا أو فرنسا أو الدول الكبرى، نحن نتحدث عن حقوق وإنصاف للدول النامية. لهذا طبعا بتجد كلمة السيد الرئيس صدى كبير، ربما كان التغطية الإعلامية الكبيرة لكلمة السيد الرئيس كان مهمة، أنه صاحب تجربة كبيرة في الشرق الأوسط، الرئيس له مصداقية كبيرة في الإعلام الغربي وفي الدوائر الغربية المتعددة. يعني هي روجيتا كاملة سيادة الرئيس أطلقها بوضوح من فرنسا إلى العالم، للتأكيد طبعا على حقوق الدول النامية، وبالتأكيد بطبيعة الحال هذه روجيتا صالحة للعمل، يعني ليست في قضية التغيرات المناخية أو التنمية المستدامة أو المجنية أو التعهدات الكبيرة اللي طرحتها الدول في مؤتمر الشارم حضرتك كما تعلم الخاص بالمناخ، لكن احنا بنتحدث هنا عن إطار أشمل تطرق إليه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ووجه منه رسالة إلى الدول الكبرى. طب دكتور طارق، ايه اللي بيحول دون انه الدول الكبرى تتحمل المسؤوليه، على الاقل المسؤوليه الماديه، الا وهي ال 100 مليار السنوي؟ يعني ايه اللي منعهم من ده؟ نحن نرى، انا فاهم انه تمويل الحرب بالنسبه لهم احلى واجمل، بيحبوا كده جدا، لكن ايه الحيلوله دون ان هم دول العالم كلها الكبيره الصناعيه الكبرى على الاقل تدفع ال 100 مليار دي ولا حاجه؟ يعني سيادة النائب هناك فكرة تسييس المساعدات والمعونات والتعهدات والالتزامات الدولية. التسييس ده معناها إيه؟ أنه التعهدات بتتم في المؤتمرات الدولية، صح. وطبعا أنا أذكر حضرتك أنه أيضا بالنسبة لحل القضايا في العالم، يعني قضية الإعمار في بعض الدول الكبرى، طبعا مشروعات الإعمار في سوريا، في ليبيا، في السلطة الفلسطينية داخل فلسطين وغيرها، في تعهدات كبيرة، صح. بتقوم بها الدول، لكن التزامها لا يحددها القانون الدولي. مظبوط. بالتالي هنا بنتكلم بقى على فكرة تسييس المساعدات. هناك دول كبرى تلتزم بتقديم مساعدات، لكن ما بين قوسين كده حضرتك وفق مفهوم التسييس. تسييس يعني إيه؟ يعني يمكن أن تعطي للدولة سين ولا تعطي للدولة صاد، وفق حساباتها، مصالحها، وفق أيضا لدوائر نفوذها وتأثيرها. يعني انظر حضرتك سيادة النائب للصين في تعاملها مع الدول في جنوب شرق آسيا، على سبيل المثال من الدعم الاقتصادي والتحركات تحت مجموعة الآسيان وشنغهاي وغيره، وطبعا في تجمعات والبريكس طبعا، لكن في جزء منها أيضا مرتبط بالالتزامات الدولية. يعني على سبيل المثال حضرتك فرنسا بتلتزم مع مجموعة الفرنكوفونية في أفريقيا، بريطانيا بتلتزم بمجموعة الأنجلوفونية، طبعا دي كل دول معاها مراكز النفوذ والتأثير. ده بيأثر في إيه بقى؟ في توجيه المساعدات لهذه الدول. لكن الالتزامات الكبرى اللي بتطرح في المؤتمرات الدولية أو من خلال يو إن، الأمم المتحدة، يونايتد نيشن، بتدي حضرتك هنا بقى سيادة النائب التزامات عامة، فكل دولة بتحدد الأطر اللي هي بتتحرك فيها. زي بالضبط حضرتك سيادة النائب بتتم في التزامات حضرتك في صندوق النقد الدولي، ليك حصة وأنصبة ونسب تصويت فوتينج معينة، وهذه الميزانيات بتحدد إيه حضرتك؟ آليات التحرك، آليات الدعم، البرامج والمساعدات. إذن العالم لا يعرف الإنسانية، العالم تحكمه قواعد سياسية. واليوم القوى الكبرى بتتعامل حتى في مجلس الأمن وخارجه إنه غابة سياسية كبرى،
فلا كيف تطلب من الدول الكبرى أن تلتزم بتقديم المساعدات اللي حضرتك حددتها في مؤتمرات دولية، إنما هي بتلتزم في إطار علاقتها ودوائر نفوذها بالوحدات والدول السياسية. والله يا دكتور بقدر ما لدي يقين باللي حضرتك لسه قايله، بقدر ما أنا كنت سأل السؤال علشان بس الناس تسمع، لأنه أنا كنت أظن أنه والحمد لله أنه طلع الكلام كده، ده تقريبا نفس الكلام اللي كنت بقوله في مقدمة الحلقة. فأشكرك يا دكتور طارق، نورتنا وشرفتنا كما جرت العادة. دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية. يمكن دكتور طارق وصف الوضع بشكل أكثر بلاغة مني، لأنه قال هو العالم عبارة عن غابة سياسية وتحكم قواعد القوة فقط والمصالح المشتركة. كل دولة بتقرر أنها تقدم المساعدة أو تتخذ موقفا بناء على تسييس الأمر هي شايفاه من منظورها، مش من المنظور العام، مش الصالح العام، مش الأمن الدولي العام، مش الصالح الاقتصادي العام. الدول الكبيرة لا بيفرق معاها الناس تاكل ولا ما تاكلش، مجاعات، جفاف، قحط، هم اللي يفرق معاهم انت معايا وصاحبي وحبيبي وكفاءة ولا انت مش معايا، وهفضل ماسكك منظورك كده وخنقتك ولا لا. بس غير كده مفيش. فاصل ونكمل الكلام. اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه، كل سنه وانتم طيبين. خولي اخد معايا بسرعه دكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزاره الاوقاف. كل سنه وانت طيب يا دكتور. كل سنه وانت طيب يا استاذ يوسف، ومصر كلها بخير يا رب. اللهم امين. استعداداتنا بقى عشان صلاه العيد؟ استعداداتنا كل سنه وحضرتك طيبين. يمكن احنا يمكن النهارده لسه في نازل خبر نازل غرفه العمليات برئاسة رئيس القطاع الديني وكلاء الوزارة والسادة مدير المديريات على مستوى الجمهورية حتى الانتهاء إن شاء الله بإذن الله بسلامة الله من صلاة عيد الأضحى المبارك. يمكن إحنا يوم الأربع بدأنا حملة النظافة الكبرى على مستوى المساجد، تهيئة المساجد، وبدأنا الاستعدادات بالساحات. يمكن برضو النهاردة تم الإعلان عن أن الواعظات المعتمدات من وزارة الأوقاف، النهاردة يمكن الجدول نزل على موقع الوزارة، بنقول فيه ان ده الاسماء اللي هي موجوده في الساحات عشان خاطر برضه يعني حرصا على الا يكون هناك مزاحمه والا يكون هناك اختلاط بين الرجال والسيدات. حلو. ويمكن برضه من خلال برنامج حضرتك الجميل ده احنا عايزين نوجه رساله برضه بنقول لكل الشعب المصري الحريص على ان هو يصلي صلاه العيد. الاسره طبعا ليها الحق ان هي تفرح، الاب والام والاولاد، لكن مع هذا الفرح يعني ما شكلناش ان احنا قامت الشعائر يحصل فيها خلل، لان صلاه الرجل بجانب المراه يعني هو نوع من الـ يعني الحياء اللي يغبش في الحياء العام، نوع من اللي ما يبقاش فيه تعظيم لحرمات الله سبحانه وتعالى، فده احترام الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. صح. الذوق العام في الصلاه محتاجين من خلال حضرتك وبرنامج حضرتك ان احنا بنقول ان احنا خصصنا مكان للسيدات وخصصنا مكان للرجال، فنرجو الالتزام بالاماكن المخصصه لكل من الرجال ومن السيدات. ده طبيعي يعني حتى علشان يعني السيدات والبنات الفضليات يقدروا يعني يصلوا بالمظبوط ركوعا وسجودا وهكذا، ما تبقاش وهي بتصلي تمام مخها مشغول، يعني تبقى بتصلي وهي مطمنه وسعيده بالصلاه وخاشعه فيها براحتها وبتدعي براحتها وبتكبر براحتها، والناس كمان الرجال اللي موجودين هم كمان يبقوا قاعدين بيصلوا بالمظبوط وبيقوم شعيرة برضه بالمظبوط وهو بيصلي وكل مخه رايح في صلاته وفي دعاءه وتكبيره، وذلك ادعى الى الخشوع والخضوع. طبعا طبعا طبعا. وده ما فيش كم مسجد بقى؟ قلنا 5500 اظن، صح؟ لا احنا 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 قلنا المساجد التي تقام فيها صلاه الجمعه، يمكن احنا الحصر النهائي لسه، لان لسه طبعا التثبيت والتنسيق مع المحافظات في كل المساجد وكل الساحات، لكن ان شاء الله باذن الله بنقول ان كل الساحات باذن الله المتفق عليها بين المديريه وبين المحافظه ان شاء الله باذن الله سيقام فيها صلاه عيد، وكل المساجد التي بها تقام بها صلاه الجمعه ان شاء الله هيكون يوم سعيد على مصر وعلى العالم كله وعلى الدنيا باسرها. طب ده شيء رائع يا رب. كل سنه واحنا كلنا طيبين. الف الف شكر ليك يا دكتور، نورتنا وشرفتنا. الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزاره الاوقاف.
كل المساجد اللي بتقام فيها صلاة الجمعة بإذن الله هتبقى جاهزة لصلاة العيد. انزلوا وصلوا وكبروا وادعوا ربنا وخلي قلبكم عمران كده وادعي وانت واثق 100%. والله العظيم اللي انت عايزه جايلك، بس في شرط واحد، تبقى واثق 100% ان انت هتدعي وربنا هيستجيب. الدكتور مصطفى قال حاجة جميلة جدا، قال يا جماعة يرضينا جميعا اللي حصل في مقبرة الزعيم أحمد عرابي اللي فيه على الأقل شارع واحد باسمه في كل مدينة مصرية، ده على الأقل ودي حقيقة. قال وعشان كده جه قرار الرئيس بإنشاء مقبرة الخالدين علشان الزعماء الكبار اللي شكلوا تاريخنا الوطني دول نقدر نحافظ دايما على اسمهم وعلى مقتنياتهم وعلى إلى آخره. طب خلوني هنا أخد معانا على التليفون باشمهندس خالد صديق الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية. أهلا 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 يا باشمهندس. أهلا حبيبك وسام. إزاي حضرتك وحضرتك بالصحة والسلامة وبكل خير وبكل عافية. الذي يعمل على التنمية الحضرية نشيله على رأسنا بصراحة. يمكن طبعا يعني مصر كلها دلوقتي بتعمل على التنمية الحضرية، كلنا بنشتغل مع بعض عشان ننهض في بلدنا. صحيح. زي ما انت قلت احيانا في بعض الاتجاهات بتحاول تشد الناس ورا، لكن مش هنلتفت لكل ما حد يتكلم، خلينا نشتغل وبعد كده نتائج الاعمال ونتائج الشغل بتظهر قدام الناس. ايوه. فيمكن النهارده جوله دوله الرئيس كانت مليانه حاجات ايجابيه جدا جدا جدا. يمكن دوله الرئيس لما تفقد المقابر بعد المقابر رحنا سور مجد العيون، وانت عارف سور مجد العيون وانت اتكلمت عليه كتير. أيوة. بتعدي عليه يوميا وعارف شكله ايه وبقى شكله ايه دلوقتي. ورحت مع حضرتك الخيالة وعدينا على بطن البقرة. وبعدين بطن البقرة وبعدين المشروع بتاع روضة السيدة وحدائق الفسطاط. يعني الجولة النهاردة شايف المنظر، يعني أنا شايف المنظر هنا بتاع الفسطاط. شفت الجمال ده؟ كان فاكر أنت المقلب القمامة اللي كان موجود في الأرض؟ أيوة. 500 فدان دول هو ده كان مقلب القمامه، البحيره اللي كانت كلها تلوث وامراض هي دي البحيره اللي كانت مليانه تلوث وامراض. هتبقى واحده من احدى الحدائق على مستوى العالم المعدوده على اليد الواحده على مستوى العالم. مش هنقول ان حدائق الفسطاط هي بقت اجمل مدينه في القاهره، لا، هتبقى الحديقه دي من اجمل حدائق العالم واكبرها من العالم. لا، الكلمه هنا بنقول العالم وليس ان هنقول دي اجمل مكان في القاهره، لا، خلينا نتكلم دلوقتي احنا بنتكلم على عالميه. ايوه. فاحنا هنا بنقول اتفرجوا على المنظر ده، شوفوا شوفوا الدنيا عامله ايه. فلا النهارده النقط ايجابيه كبيره جدا وكثيره جدا جدا. ولما راح برضو دوله الرئيس على منطقه الحاكم وشاف التطوير اللي بيحصل هناك، احنا اتكلمنا مع بعض برضو في الموضوع ورحنا زرناها انا وانت برضو سوا. مش عارف انا بكلمك عن حاجات كده كنا سوا انا وانت كتير، يعني احنا لفينا لفات كتير مع بعض في المقطوعات. ما هو ده الجيد والحلو واللي بجد يفرح القلب في الموضوع، انه من كتر الحاجات اللي شفناها ولفيناها وشفناها بعينينا مع حضرتك احنا مش عارفين هنذكر ايه ولا ايه ولا ايه. يعني عايز اقول لك ان الساحه بتاعت مسجد عمرو رحناها انا وانت. ايوه. وانا بعرضها اول امبارح على دوله الرئيس في الاجتماع بتاعنا، فقال لي خالد انا مش عايز اشوف المنظور الافتراضي، انا عايز اشوف الحقيقه. قلت له يا فندم الفيلم طلع شايف ده حقيقه فعلا، ده الدرون المصور مش منظور افتراضي. ايوه. الدنيا بقت شكلها كده، فاكر اي فن فعلا. فالحمد لله احنا يعني الموضوع خلاص وصلنا للمرحله ان احنا الحمد لله تفوقنا على كل شيء حوالينا. فالنهارده لا الزياره كانت جيده جدا، واحنا ان شاء الله حديقه الفسطاط باذن الله يعني نهايه 2023 هنكون انتهينا منها، ما عدا الجزء بتاع ترميم الحفريات الاثريه. ايوه. زي ما حضرتك شايف كده ان سور مجرى العيون بنسبه 95% منتهي. الـ طبعا احنا عندنا القاهره التاريخيه احنا ممتده معانا الاعمال فيها لغايه 2030، لان احنا بناخد نقط معينه نشتغل فيها وبعدين عشان ما نشتغلش فيها كلها مره واحده نشيل قلب القاهره. صح. المشروع بتاعنا اللي هو جوارد الفسطاط شغالين فيه وان شاء الله في خلال سنه هيكون منتهيين منه. يعني احنا التسارع بتاع
العمل في قلب القاهرة القائمة، القاهرة العاصمة الأصلية بتاعتنا، اللي هي دائما كانت لك طالما ولدت عاصمة جديدة تتحول العاصمة الأصلية أو القديمة إلى أطلال. لا لا، احنا بنلغي الفكرة دي على مستوى العالم. ازاي بننشئ عاصمة إدارية جديدة وبنحيي عاصمتنا الأصلية؟ بالعكس، ده احنا عايزين نرجعها زي ما كانت زمان في 1930 2030. هتبقى القاهرة هترجع لوضعها الأصلي اللي هو أجمل مدن العالم يا رب. الله الله أبده وأدود. طب باشمهندس خالد، بما أن احنا ذكرنا أنه الفسطاط دي هتبقى واحدة من أجمل الحدائق في العالم، فبما أن احنا ذكرنا كلمة العالمية، أنا هسأل مهندس خالد صديق سؤال أعتقده بسيط على حضرتك يعني، بس هو كبير بالنسبة لي. حضرتك ذكرت مصطلح التسارع، مفيش حد بيشتغل بهذا التسارع، فيجي سؤال، هي التجربة دي في زيها في العالم؟ أنه نقدر نقضي على عشوائيات خطرة بنسبة 100% وأقضي على نسبة كبيرة جدا من العشوائيات غير المخططة وأعيد بناء العاصمة التاريخية أيا كان اسمها في الدنيا إيه في هذا الحيز الزمني الضيق؟ في حد عمل كده غيرنا؟ لا، عايز أقول لك أن احنا لفنا في محافل دولية كتير ومطارات دولية كتيرة، وكنا أول ما بدأنا نروح أول مرة رحنا في 2016 10 الهابيتات 3، كنا رايحين على استحياء وشايف وحلو ليه يعني يعني دايما عندنا ثقة في الموقف، احنا بنعمل ايه. من هنا كانت بداية احساس الخطة اللي احنا حاطينها في 2016 مفيش زيها في العالم. ولما بدأنا ننفذ وبدأنا في 2018 و2019 و20 ورحنا مؤتمرات دولية، بقينا نتكلم نقول مين قدنا، تعالى ورونا نفسكم كده. احنا مشروع واحد فقط اللي هو الاثمارات، ده مشروع واحد فقط. المشروع ده والله هو عبارة عن خطة خمسية لدول كبرى. المشروع ده عبارة عن مستهدف دول كبرى في 5 سنوات. فاحنا لا، ده احنا لقينا نفسنا، لا ده احنا بقينا دلوقتي البنك الدولي يبعت لنا دول عشان تشوف التجربة المصرية عشان يديهم منح وقروض عليها. دول من افريقيا كتير جايه طالبه خبرتنا، يمكن في السفاره الانجليزيه واليابان بيتواصلوا معانا عشان ازاي تجربتنا المصريه تنتقل لجهات اخرى، ازاي المانحين الاجانب بيقولوا تجربتك دي عايزين نجيب الدول الاخرى يتفرجوا عليها عشان ندي منح على احياء تجربتكم في دول كتير ثانيه. كل ده بيحسسنا بفخر جامد قوي، بيحسسنا بجد. فاحنا فعلا مش بنقول الكلام ده ان احنا لا، احنا بجد تجربتنا المصريه تتفوق على تجارب كتير جدا جدا في العالم، وبقت يحتذى بيها على مستوى الافريقي والعربي، ودول كتير متقدمه بتقول احنا حتى المنح اللي عايزين نديها لازم حد يدرس تجربتكم عشان يبقى زيكم. حتى لسه من حوالي شهر او اقل وزير الاسكان الانجولي كان عندنا وقال حاجة حلوة جدا. قال أنا عايز أعمل صندوق زي صندوق التنمية الحضرية عندي في أنجولا. قلنا له جميع الدوكيمنت بتاعة إنشاء الصندوق والتجربة والتفاصيل والحاجات الدراسات اللي عملناها كل ده هنهديه ليكم وجهزناه عشان نبعته لهم. طب والله يا دكتور باشمهندس أنا آسف، إنه أنا يعني اعرف كويس جدا امريكا زي كف ايد يعني زي ما بيتقال، تحديدا نيويورك وواشنطن وميتشيغان. نيويورك وحضرتك ادرى مني فيها مناطق جنب بروكلين وما الى ذلك بيسموها ذا بروجكتس او المشروعات دي، للمفترض جدلا ده صندوق التنميه الحضريه بتاعه، اللي هو ازاي يقدر ينقل الناس اللي هي شديدة الفقر وعندها مشاكل في البطالة لمناطق سكنية هو بيعتبرها ان دي اجود مما كان عايش في هذه الطبقات. لما تشوف البروجكتس بتاعت نيويورك دي تحزن على سوء الخدمات المقدمة، على كم الجريمة اللي موجود فيها، على عدم الاهتمام يعني بشكل مخيف من قبل الولاية والإدارة المحلية اللي تابع فيها المشروع ده، هم دايما يسموها كده اعتباطا يعني أو الكلمة الدارجة The Projects. نفس القصة في ميتشيغان ولكن أكثر سوءا. فلما أجي أبص إن عندنا في مصر، وأنا مش الاقتصاد الأمريكي، أنا مش 1 على 10 من اقتصاد أمريكا حتى،
وعملت هذا الإنجاز العظيم الضخم يبقى أنا بشتغل صح. ده فضل من ربنا طبعا يعني. بعون الله، ربنا يا رب يوفقكم دايما، والف الف الف شكر يا باشمهندس، وكل سنه وحضرتك طيب مره تانية. تحياتي ليك المهندس خالد صديق الرئيس التنفيذي لصندوق التنميه الحضريه. المدرب الاسطوري جوارديولا، بيب جوارديولا المدرب الفني لنادي مانشستر سيتي، بيواصل زيارته السياحية لمصر. الزيارة دي بتعتبر زيارة خاصة جدا لهذا المدرب الأسباني ذائع الصيت. طبعا دي جاية بعد موسم، الحقيقة تقدر تعتبره كده موسم تاريخي، لأنه هو حقق في كرة القدم الحقيقة ما لم يحققه إلا قليلين، وخصوصا بعد ما فاز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكاس إنجلترا، حاجة عظمة يعني. خد بقى كل ده كوم. طيب جه جوارديولا على جمهورية مصر العربية هو وعيلته، وراح يزور منطقة الأهرامات بقى كلها، البلاتو كله، الهضبة بتاعت الأهرامات، لا مش هضبة الأهرام، العمارات والبيوت، الهضبة كلها يعني، المنطقة بالمقابر اللي فيها بأبو الهول، حاجات جميلة جدا. راح هو وعيلته وشوف استقبال الناس العادية لجوارديولا، اللي شافه وعرف ده جوارديولا، الناس كلها الحقيقة كانت في حالة احتفاء حقيقي بهذا الرجل وترحيب حقيقي بهذا الرجل، نتيجة زي ما بقولك كده الناس بتحبه، الناس كلها بتحب الرياضة، بتحب كرة القدم تحديدا، بس هم بيحبوا الرجل ده. وتم إهدائه قطعة فنية عبارة عن ريبليكا، أي نسخة معمولة وكأنها طبق الأصل لإقناع الملك توت عنخ آمون، وده هدية مننا احتفاء بزيارته لمصر. يطلع بقى من الهرم، والنهاردة الصبح وصل على الأقصر بلدنا، بلد سواح فيها الأجانب تتفسح، أهلا بكابتن جوارديولا. وصل طبعا بالطيارة، بدأ برضه هو وعيلته يزوروا بقى المعابد بتاعتنا في الأقصر، والأقصر أصلا عبارة عن منطقة أثرية مفتوحة عظيمة، هي الأغنى والأثرى على مستوى العالم من حيث الحجم الأثري، وأيضا لأنه مفتوح. بكرة بإذن الله جوارديولا ياخد بعضه ويطلع بقى على المعابد بتاعت البر الغربي ووادي الملوك، ويروح الجرنة، وبعد كده ياخد بعضه يطلع على أسوان في الرحلة النيلية الساحرة. حاجة أنا عايز أعرف تفاصيل بقى وقصص وحكايات حول هذه الزيارة. معانا على التليفون الأستاذ محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية في الأقصر ومدير هذه الرحلة مع جوارديولا. الأول أهلا وسهلا وكل سنة وأنت طيب. طيب يا استاذ يوسف، يا دكتور يوسف، كل سنه وحضرتك طيب. ازيك يا استاذ محمد، عامل ايه؟ كله تمام، الله يخليك يا دكتور. نقول بقى ايه، هو اللي يا بخته ولا احنا اللي يا بختنا ولا ايه؟ هو اللي يا بخته برضه، بس احنا يا بختنا ان هو نورنا. هو اللي بخته لانه انا كان عندي الحقيقه سؤال مهم جدا. اولا احنا في الصيف، فانا لما جاء بدا يرتب معانا الزياره كان عندي سؤال مهم، بس كنت يعني من باب الكيوريوسيتي او حب الصداع عايز اساله له. أيوه. ليه مصر يعني؟ ليه مصر في الحر ده؟ فقال لي اجابه الحقيقه، قال لي انا ما اقدرش اجيب ولادي الا في بلد مستقره. الكلمة دي كانت يعني اتس انف بالنسبة لي، كفاية انه الاستقرار هو اللي جاب الراجل ده هنا. ده الامر الاول. الامر الثاني يا استاذ يوسف هو ان انا فوجئت بكم المعلومات، لانه هو كان عامل هذه الرحلة يعني مترتبة انه كان وعد اسرته انه في حالة حصوله على بطولة اوروبا انه هيوديهم مصر بناء على طلبهم. رقم ثلاثة، المعرفة الشديدة بكم الآثار المصرية اللي بيعرضوها أولاده، هو عنده بنتين وولد، حاجة عارفين كل حاجة عن مصر. الحاجة الرابعة الأهم، المردود اللي عملته الاحتفالية اللي حضرها السيد الرئيس في الأقصر يوم 25 نوفمبر العام قبل الماضي لطريق الكباش، من أحد أسباب الزيارة بتاعته إني عايز يتمشى النهاردة على طريق الكباش، وده اللي عملناه النهاردة بالليل لما زار معبد الأقصر وتمشى طريق الكباش الأشهر والأقدم في العالم. يا عيني يا عيني، فده كله ده اللي هو اللي يعني هو مبهور بهذا الامر، مبهور بمصر قوي، وعنده معلومات، ولاده عندهم معلومات كثيره جدا عن الحضاره المصريه،
بكره عاملين له رحله بالون عشان يكتشف البانوراما الرائعه لمعبد حتشبسوت والرمسيوم وهابو، ثم هيروح يزور وادي الملوك مقبره توت عنخ امون ووادي الملكات معبد حتشبسوت، ثم تبحر المركب رحله طويله لانه هيزور اسنا وادفو وكومومبو واسوان وابو سمبل لسه قدامه 5 ايام في الاقصر. يا سلام، ما هيش رحله خاطفه يعني، لكن كلمه السر فيها هي الاستقرار. انا جاي بلد مستقر، انا مش هودي بلادي ولادي غير مكان مستقر. ده الحقيقه السؤال اللي انا سالته، اشمعنى مصر؟ فقال انا يعني مش او نذر تيك باي فابيت تو ان سيف بليس، مكان غير امن مش هقدر اخد فيه ولادي. فده انا حسيت ان انا فخور جدا انه مصر فعلا بقت سمعتها كده، فخور جدا بالاستقرار. مفيش سياحه من غير سياسه مستقره، ومفيش سياحه من غير استقرار يا استاذ يوسف، وده كلمه السر في موسم سياحي رائع. خلينا اقول لحضرتك ان 23 ان شاء الله صناعه السياحه ستلامس 18 مليار دولار باريحيه شديده جدا باذن الله. بنهايه 23 يعني 23 نعمل 18 مليار دولار، كويس جدا جدا، ونوصل لرقم مهم جدا ان شاء الله، وهو من 14.5 ل 15 مليون سائح باذن الله سبحانه وتعالى. ربنا يبعت. اهم حاجه بقى ايه؟ برضه نطمن عليه كده لما يطلع اسوان ويتفسح هناك ويروح جزيره النباتات ويهيص بإذن الله. بإذن الله النبي يسلم لي عليه، يقول له في موزيع مصر بيسلم عليه. يا فندم ده حاضر. ربنا يخليك. أشكرك يا محمد بيه. ربنا يخليك الأستاذ محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية في الأقصر ومدير رحلة المدرب بيب جوارديولا في الأقصر وأسوان. صح، زي ما قال الأستاذ محمد، القصة كلها في الاستقرار. شوف، في سياحة ثقافية في حتت كتير ما ننكرش، وفي حضارات كبيرة في كل حتة. صح، احنا الحضارة الأكبر الأقدم الأكثر إبهارا طول الوقت، العالم يحبها جدا قوي خالص، كل ده مش مختلفين عليه. بس أنا عايزك تتصور لو لا قدر الله ما كانش عندنا لا أمن ولا استقرار، كنا هنشوف حد ولا الهوى؟ ده احنا لو قلنا للناس تعالوا على حسابنا مش هيجوا. يجي ليه؟ يجي غامر بنفسه وبحياته. أب جاي مع عياله عاوز يتفسح وينبسط ويتفرج. شوف أهو شاب مصري رسم له الصورة بالفحم أو بالرصاص عشان أنا مش شايف كويس قوي يعني، بس كلاهما مش فاق يا عم بالزيت. المهم إنه شاب مصري بيحبه ورسمه وادها له هدية، وحاجة لطيفة، هدية من غير حاجة يعني، دي مش لوحة بفلوس خالص، ده هو رسمها له هدية، خدها مننا هدية، هدية من شعب طيب وجميل، من ولد شاب مصري جميل فنان، لمسة إنسانية جدا. فيديله اللوحة الفنية الجميلة دي جوارديولا، هيفضل يعمل بيها ايه؟ هياخدها ويرجع بيها على انجلترا بقى او على اسبانيا ويحتفظ بيها في البيت، ويحكي في وقت من الأوقات لأحفاده على زيارته لمصر وعلى استقبال المصريين ليه وعلى حفاوتهم وعلى كرمهم وعلى طيبتهم، ويقول لهم بصوا في شاب مصري من كام مش عارف 20 سنة رسم لي الصورة الحلوة دي ورفض إنه ياخد أي مقابل، اديها لي هدية. هنا تقول شكراً للي خلى فيه امن واستقرار في البلد دي، شكرا للمصريين اللي بيعاملوا السواح بالطريقه دي، شكرا لكرم المصريين وهم بيعاملوا سواح او اسماء كبيره الى اخره، وشكرا لمساله الاهتمام بضيف هو شخصيه عامه عالميا بهذا الشكل. ليه؟ انت لما تاني نقولها مره كمان بالظبط كده، الصوره دي بملايين جوارديولا وولاده لما يحطوا الصور دي على الفيسبوك بتاعهم، انستجرام بتاعهم، تويتر بتاعهم، يعملوا مش عارف ايه على تيك توك الى اخره، يحطوا الحاجات دي الناس كلها هتقعد تتكلم. نروح لفاصل وهنكمل الكلام. اهلا 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 بحضراتكم. التكنولوجيا مهمه؟ طبعا التكنولوجيا مهمه، ليها فوائد من هنا لحد المريخ اكيد، بس ليها مخاطر؟ طبعا ليها مخاطر،
ليها مخاطر متعلقه بنقل الشائعات طول الوقت، ليها مخاطر زي انه الذكاء الاصطناعي بقدر ما هو مفيد بقدر ما هو مخيف. طيب خلونا نحاول نفهم اكتر احنا بقى الدوله ازاي تقدر تتصدى لهذه المخاطر. سياده النائب احمد بدوي رئيس لجنه الاتصالات بمجلس النواب منورنا ومشرفنا. مساء الخير. ازاي الصحه؟ كله تمام؟ الحمد لله تمام. الاستوديو نور النهارده. ربنا يخليك، ده بنورك دايما. التكنولوجيا بتخوف زي ما ليها فايده. صحيح. الى اي مدى تخوف؟ طيب خلينا اقول لحضرتك وبتفق معاك في البدايه ان التكنولوجيا بشكل كبير جدا بتعمل على تحسين معيشه المواطن والتاكيد على ان منظومه التحول الرقمي هتعيد الثقه بين المواطن والحكومه في المرحله المقبله. لذلك طبعا عاوز اكد بس سريعا قبل ما اخش على المخاطر والسلبيات ان الدوله المصريه، وانا بشوف ده قريص صلاه البرلمان، داعمه بشكل كبير جدا، والقياده السياسيه في كل لقاءاته وحواراته بيأكد على دعم منظومه التحول الرقمي. صح. ورقمنه الدوله المصريه والاجهزه التنفيذيه او القطاعات التنفيذيه. واحنا بدانا دلوقتي بشكل كبير جدا الحقيقه بتطبق منظومه التحول الرقمي في اكثر يعني عدد من المحافظات. النهارده دخلنا على الصعيد والدلتا بشكل كبير، مش القناه بس. ويمكن عاوز اقول ان المبادره الرئيسيه حياه كريمه، محدش واخد باله من دي، سهلت الامر اكتر، لان النهارده خدمات الالياف الضوئيه بتوصل للقرى والعزب والنجوح. صح. واحنا شاهدنا ده ونزلنا جولات ميدانيه كلجنه، شفنا ده في القرى والعزب والنجوح لما شالوا الكابلات النحاسيه وركب فايبر. ان شاء الله بقى ده هنشوفه في المرحله الثانيه والمرحله الثالثه في حياه كريمه. حضرتك النهارده بتتحدث في موضوع مهم، الذكاء الاصطناعي وخطورته والشائعات. عاوز اقول لحضرتك هتحدث عن الدوله المصريه، وهذه دراسات من خلال الباحثين معانا في اللجنه. الدوله المصريه من اكثر الدول التي تتعرض لشائعات، خاصه في فترات لما يبقى عندك استحقاق سياسي او عندك افتتاح مشروع كبير فيه ايجابيه للناس. بمعنى احنا رصدنا في 2018 وانا وقتها كنت في اتصالات البرلمان موجود، كنت شاهد عيان على هذا الرصد. 2018 كنا ساعتها في استحقاق سياسي ورصدنا 53,000 شائعه في 3 شهور، 53,000 شائعه في 3 شهور، وتصدير حاله من الاحباط لدى الناس في الشارع. كان في هذا التوقيت هدينا شويه ودخلنا في شائعات اخرى، لكن في هذا التوقيت للامانه الدولة المصرية بدأت تعي ده جيدا، بدأ يعمل عن طريق مركز معلومات مجلس الوزراء وعن طريق القطاعات التنفيذية الأخرى الرد على الشائعات. وانتوا حضراتكم النهارده في التلفزيون المصري بتعتمدوا حقائق وشائعات، حقائق وشائعات. تشوف اليوم في طول اليوم الواحد كم شائعة في هذه الفترة؟ بالطريقة دي انا بتكلم على 1500 شائعة يوميا في الوقت ده. طبعا كل يوم. احنا في هذه الفترة بقى انتشار الشائعات وتصدير حالة من الإحباط لدى الناس في الشارع بشكل كبير. هدي لحضرتك مثال وده رصدناه، وأول مرة أقول هذا الكلام في وسيلة إعلامية، أنا قلته في اللجنة عندي يعني. بنلاحظ لما يبقى عندي مشروع قومي في سوهاج، وإحنا كنا موجودين في سوهاج افتتاحات مشروعات، طلعت كمية شائعات في سوهاج عشان يصدروا حالة من الإحباط، واتعملت ممولة بآلاف الدولارات، مش ببالغ، بآلاف الدولارات عشان تصدر حالة من الإحباط لدى الناس في الشارع في سوهاج وتغطي على المشروعات القومية اللي بتفتتح. النهاردة انت بتفتتح مشروع في كفر الشيخ او مشروع في برج العرب في اسكندرية بتلاقي شائعات في هذه المنطقة ويصدروها ممولة عشان تصدر ويغطي على الإيجابيات. طيب كيفية مواجهتها هنقولها. الشائعات بقى احنا داخلين على ثورة تكنولوجية رابعة، والذكاء الاصطناعي والدول دلوقتي بتضع في مقدمة اهتماماتها، واحنا كدولة مصرية والدليل ان احنا عندنا وحدات ذكاء اصطناعي في مصر دلوقتي. حضرتك اكدت على ايجابيات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي طبعا له ايجابيات كثيرة، ولكن السلبيات اخطر، واحنا النهاردة بندق نبوز الخطر. ليه؟ لان احنا ممكن نستخدم الذكاء الاصطناعي بعد انتشاره في الدولة المصرية بشكل خاطئ. ان انت النهارده كنت ممكن تستخدم قبل كده في تطبيقات مختلفة، تيك توك، اي تطبيقات على فيسبوك على غيره، شائعات
انما انت النهارده ممكن تستخدم اخطر في الذكاء الاصطناعي، بمعنى ان انت ممكن تستنسخ او ممكن النهارده تخش بنموذج محاكاه وتقلد صوت احمد بدوي وتقول تصريحات على لسان احمد بدوي وهو ما قالهاش اصلا. بس انا بالديب فيك اقدر اخلي النائب احمد بدوي قاعد بيقول كلام صوته وصوره وفيديو وبصوته وبمصطلحاته وكل حاجه، وعمليا ولا قال اي جمله من دول. صح، ده عشان كده احنا في البرلمان ما انت لازم مواجهته بقى، كيفيه مواجهه ده بثلاث حاجات. اولا وحدات الذكاء الاصطناعي سواء الموجوده في وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات او الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لابد الحقيقه، وانا شايف ده ان شاء الله يعني متجهين لي المتابعه والرقابه الجيده. الجزء الاخر تحديث التشريعات. ايوه تحديث التشريعات ده مهم جدا. احنا النهارده ناقشنا قانون تقنيه المعلومات وهو اولى قوانين السوشيال ميديا عام 2017 اللي هو 175 والصادر والوقع عليه السيد رئيس الجمهوريه عام 2018. ده انا بعتبره من اهم القوانين واولى قوانين السوشيال ميديا اللي احنا بنقول عليه في الاعلام قانون مكافحه الجريمه الالكترونيه. هذا القانون الذي يواجه الجريمه الالكترونيه بكافه اشكالها وصورها. احنا في 2017 واحنا بنناقش كنا السب والقصف، الابتزاز الالكتروني، الهاكرز، تركيب الصور للفتيات وربطها بمحتويات منافيه للاداء، ده كله كنا بنناقشه. الذكاء الاصطناعي ما كانش لسه في 2017 تم احنا النهارده لازم هنعمل تحديث لهذا القانون. صح، اعتقد في دور الانعقاد اللي كان، واعتقد ان الحكومه لازم تقدم لنا مقترحات، لان الامانه الشديد في تعاون مثمر بيننا وبين وزاره الاتصالات والتشريع في وزاره الاتصالات بنحدث. ليه يوسف بيه قوانين السوشيال ميديا بيتعمل لها تحديث ومختلفه تماما عن قوانين اي لجنه نوعيه اخرى؟ التكنولوجيا كل يوم في جديد، كل ساعه في جديد. الذكاء الاصطناعي لابد ان احنا النهارده انا شايف دي وجهه نظر الحقيقه، لسه طبعا ما فيش مقترحات، ولكن عقوبات اللي بيرتكب جرائم خاصه بالذكاء الاصطناعي ده امن قومي طبعا. النهارده ممكن تطلع يعني تتكلم بلسان يوسف بكلام ما قالوش طبعا، ده امن قومي. تشديد العقوبات هو اللي حقق الرضا. وفي قوانين السوشيال ميديا الشعب والناس بيبقوا متفقين، الناس مثلا في الابتزاز الالكتروني كانوا قبلونا في الشارع، ادوا الولاد اللي بياخدوا صور الفتيات دول ويركبوها والبنات اللي كانت بتنتحر وصلوها للمؤبد، بل وصلوها، كانوا يقولوا كده الناس. قوانين السوشيال ميديا من القوانين اللي بتجد اتفاق عليها حتى في المجلس كمان، لما بتيجي نناقشها كلجنه نوعيه وبتعرض على اللجنه العامه بتلاقي عليها موافقه من الاغلبيه والمعارضه. صح، ليه؟ كله عاوز يحمي ولاده، كله عاوز يحمي بيانات المجتمع. لكن طبعا في جزء مهم جدا، الوعي. احنا مشكلتنا الوعي، كيفيه مواجهه الشائعات، كيفيه مواجهه الشائعات. احنا كشعب لما بنلاقي شائعه للاسف، وانا هكون واضح معاك، بنشيرها للاسف، بنشيرها ده بكل الم، بنشيرها. طب انت تاكدت ده ايه؟ احنا عندنا في البعض منا ما حدش يفهم كلامي غلط بيفرح والعياذ بالله في ان دي حاجه مصدره للاحباط، فيقول لك ادي يا عم اهو ويروح مشيرها. طب انت جبتها منين؟ مصدرها ايه؟ طبعا بيتم الرد على تلاقيه ما ياخدش الرد. فمثل هذه الشائعات الرد عليها بايه؟ وده الوعي بالابلاغ. الفيسبوك لما بيلاقي الابلاغ عن هذه الشائعه ممكن بعدد كبير من الابلاغات بيتم مسحها او حجبها او حذفها. فده معناه ان لازم يكون في عندي قدر عالي من الوعي علشان اقدر اريبورت انه ده كذب او ادعاء او تضليل او بيشكل خطوره على المجتمع. صحيح. ومن ثم تحذف. هو زي ما حضرتك قلت، انا من اكتر الحاجات اللي فعلا بتشغلني ذهنيا ونفسيا، ليه انا بشير حاجه انا متاكد انها مضره وما بفكرش، وبعدين بتعامل معها بمنطق ما قلنا لكم. أيوة. يعني ايه ما قلنا لكم؟ انت مش عايش معايا هنا في مصر يعني. وبعدين اللي بيغيظ ان مثلا تبقى متاكد ان الراجل ده له اخوان ولا ليه في القصه ولا بتاع. طب ايه ما قلنا لكم دي؟ قلنا لكم ايه؟ انا هستاذنك، احنا معانا كمان على التليفون الدكتور احمد الجمال رئيس معمل الفنون والذكاء الاصطناعي في جامعه روجرز الامريكيه. أهلاً، وعايزين نفهم من دكتور احمد. اهلا بحضرتك يا دكتور، وكل سنه وحضرتك طيب. أولا
اهلا وسهلا كل سنه وانتم طيبين. اهلا بيك يا دكتور. احنا معانا داخل الاستوديو سياده النائب احمد بدوي رئيس لجنه الاتصالات بمجلس النواب. وسياده النائب الحقيقه قال لنا اكتر حاجه فيها سرعه في التشريعات عندنا في مجلس النواب كل ما هو متعلق بتشريعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لأنه هي حالة متطورة وسريعة جدا. هنا نسأل دكتور أحمد، إلى أي مدى بلغت سرعة التطور التكنولوجي في الذكاء الاصطناعي وبالتالي تشكل أحيانا خطورة داهمة؟ شكرا لاستضافتي. طبعا في طفره كبيره في الذكاء الاصطناعي حصلت في الشهور الاخيره من اول شهر ديسمبر اللي فات مع ظهور الشات جي بي تي، ولاحق ده في شهر يناير وفبراير النسخه الجديده من شات جي بي تي اللي هي شات جي بي تي 4، ودي عملت ثوره كامله في مجال الذكاء الاصطناعي لدرجه ان علماء كتير دلوقتي بيحذروا من خطوره الذكاء الاصطناعي المستقبليه في مجالات كتير. بالتحديد ممكن نتكلم في ثلاث اخطار، منهم الخطر اللي بنتكلم عنه في الحلقه دي، خطر استعمال الذكاء الاصطناعي في انتاج مواد مفبركه سواء صور او فيديوهات او اصوات مركبه لاشخاص، وطبعا مع السوشيال ميديا دي بتبقى كارثه كبيره. ممكن نتكلم في النقطه دي بالتفصيل، بس مش الخطر الاساسي دلوقتي، مش خطر، الخطر الداهم طبعا وانا حاسينه، بس في اكتر الناس بتتكلم عنها دلوقتي زي موضوع سباق التسلح عن طريق الذكاء الاصطناعي. طبعا اي حد عنده اسلحه بيتحكم فيها الذكاء الاصطناعي هيبقى عنده ادفانتج او ميزه، السرعه والاكيوريسي الدقه، بس ده طبعا ممكن يبقى له نتائج كارثيه في المستقبل. والخطر الثالث الداهم برضو هو موضوع الذكاء الاصطناعي الفائق، كون ان الذكاء الاصطناعي يبقى يسبق ذكاء الانسان ويبقى اسرع من الانسان في ذكائه وفي تطوره، وده ممكن يشكل خطر داهم على البشريه. فدي الثلاث اخطار الحاليه الناس بتتكلم فيهم او بتدسكس المواضيع دي وبتحاول تشوف ايه اللي ممكن نعمله بالنسبه لهم. بالنسبه للنقطه الاولانيه اللي هي موضوع انتاج المواد المفبركه سواء صوت او صور او فيديوهات، طبعا دي مشكله كبيره، واحنا مشكله بنعاني منها في ال10 سنين ال15 سنه اللي فاتوا على السوشيال ميديا. اي حد ممكن يكتب بوست مفبرك ويعمل صوره مفبركه وتنتشر كاشاعه، وطبعا مع الذكاء الاصطناعي الموضوع ده بقى بيتضخم عشرات المرات، ان احنا دلوقتي ممكن نشوف صوره وفيديو ونصدق ان ده فعلا شخص معين قال حاجه معينه او عمل حاجه معينه، وشفنا الكلام ده في الشهور اللي فاتت، صوره مثلا للبابا في روما لابس هدوم مش لابسها ما لابسهاش قبل كده، او صور لترامب وهو بيقبضوا عليه في المحكمه وده ما حصلش، وحاجات زي كده كتير. يعني طبعا الخطوره من هنا داهمه، يعني وشيء ده شيء احنا حاسين بيه ان احنا شيء لمسناه في السنين اللي فاتت. طبعا ايه اللي ممكن نعمله بالنسبه للكلام ده؟ الاتحاد الاوروبي في الاسبوع اللي فات بدا يعمل تشريعات للموضوع ده، وهم دلوقتي في الاتحاد الاوروبي سباقين في الموضوع ده. في الصين نفس الكلام، في مناقشات على موضوع ايه التشريعات اللازمه للذكاء الاصطناعي، وفي امريكا نفس الكلام، بس طبعا الاتحاد الاوروبي سبق الموضوع ده وعمل فعلا تشريع حصل له فوتنج او تصويت الاسبوع اللي فات كمرحله اولى لنزول هذا التشريع، وطبعا ده لسه قدامه مراحل مختلفه في الاتحاد الاوروبي. المشروع ده من ضمن الاشياء اللي هي متعلقه بحلقه النهارده ان هو بيطلب من الشركات اللي بتعمل محتويات للذكاء الاصطناعي يعني صور او فيديو او اصوات انها تعلم او تحط ووتر مارك او علامه مائيه زي علامه مائيه في المنتجات اللي تنتج بالذكاء الاصطناعي، بحيث ان احنا نقدر نعرف على طول ان الحاجه دي منتجه بالذكاء الاصطناعي، تلزم الشركات دي بانها تعمل الكلام ده. كويس. واعتقد ده هو الحل التشريعي الامثل والاسرع والاكثر يعني جديه ونفعا، ان نعمل تشريع بيحتم ان اي حد يحط او ينتج او ماده مصنعه بالذكاء الاصطناعي سواء هي صوره او فيديو أو صوت، ان هو يحط علامه مائيه واضحه تقول ان ده منتج بالذكاء الاصطناعي، بحيث ان ما يبقاش الانسان يقدر يتخم فيه يعني. واللي ما يعملش كده هيبقى يقع تحت طائره القانون، ان هو في الحاله دي بالفعل الشخص اللي بيعمل الكلام ده وما بيحطش العلامه المائيه دي هدفه هو بس الاشاعات او بس اعمال كاذبه يعني.
فده هو الحل الأمثل في الحالة دي. بالنسبة للخطر الثانية للذكاء الاصطناعي، خطر السباق التسلح باستخدام الذكاء الاصطناعي، طبعا ده خطر كارثي، يعني إن لو عندنا أسلحة في بتتحكم فيها الذكاء الاصطناعي فاحنا مش ممكن نعرف ايه اللي ممكن يحصل في اي سيناريو. ممكن الذكاء الاصطناعي ده يطلق الأسلحة دي وينتج عن درجة حروب او حرب نووية مثلا، وده شيء متوقع. وده حصل محاكاة في الجيش الأمريكي من حوالي 3 أسابيع في أول شهر يونيو، وكانت محاكاة كارثية. إن هو كان في محاكاة فيها زي جندي بيتعامل مع درون طائرة مسيرة، والطائرة المسيرة دي بتحكم فيها الذكاء الاصطناعي، وهو كجندي كان عنده الكنترول، هو اللي يصدر الأوامر. فالذكاء الاصطناعي شايف إن في هدف للعدو وحب إن هو يضربه، واستنى الامر من المشغل، ولما لقى ان المشغل ما اداش الامر، الذكاء الاصطناعي قرر ان هو يقتل المشغل، ان هو شايف ان المشغل هيبقى عائق سبيل تنفيذ المهمه. فده الخطر الداهم، ان هو انت ممكن الذكاء الاصطناعي يسبق الانسان ويبقى يوصل لموضوع ان هو يبقى ان كنترول للانسان. فدي اخطار داهمه دلوقتي، واخطار وجوديه حذر منها العلماء. والحقيقه يعني الاخطار دي كان في علماء حذروا منها من سنين، يعني مثلا ستيفن هوكينز عالم الفيزياء المشهور قبل ما يموت طبعا من 5 سنين أو 6 سنين كان حذر من ان الذكاء الاصطناعي هو اكتر حاجه ممكن تبقى خطر على البشريه، انه شايف طبعا لايمانه بالتطور البشري، ان شايف ان التطور البيولوجي للانسان، التطور الطبيعي للانسان بيسترق ملايين السنين، بينما التطور الذكاء الاصطناعي سريع جدا. فالانسان لو الذكاء الاصطناعي وصل لمرحله يبقى اذكى من الانسان، يبقى فهو هيسبقه، هو اللي هيتحكم في الكوكب، فهتبقى مشكله كبيره جدا. انا بشكرك جدا 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 يا دكتور، يعني الف شكر ليك يا دكتور احمد الجمال، رئيس معمل الفنون والذكاء الاصطناعي بجامعه روجرز الامريكيه. مسألة التشريع دي كانت لافتة النظري جدا، مهمة جدا طبعا. هل احنا هيبقى في عندنا، يعني طبعا بالتأكيد بعد دراسة مستفيضة، ان احنا نقدر نفعل مثل هذه التشريعات؟ يعني ان انا اي حد هيستخدم اي أداة من ادوات الذكاء الاصطناعي، او بالادق منتجي ادوات الذكاء الاصطناعي هم اللي بيحددوا انه الاستخدام هينتج عنه شيء ما، هذا الشيء يبقى متعلم عليه انه ده معمول بالذكاء الاصطناعي فانا ما انخدعش. دي نقطة. طب افترضنا انه بعض منتجي ادوات الذكاء الاصطناعي ما التزموش بده، هنتصرف معهم ازاي؟ هستأذن نروح للفاصل ونرجع مره تانية نعرف الاجابه من سياده النائب احمد بدوي رئيس لجنه الاتصالات بمجلس النواب. استنونا لو سمحتوا. خلونا نجدد الترحيب مرة تانية بسيادة النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب. التشريعات، في بعض التولز هتلتزم بأنها تحط العلامة، ووارد أنه منتجين لأدوات هيقولوا مش حاطط حاجة. صحيح. طيب أنا بس بطمن حضرتك وبطمن السادة المشاهدين، احنا خلينا تجربة في قانون تقنية المعلومات ومجافحة الجريمة الإلكترونية لما ناقشناه، وبالأخص في مواد 25 و26 و27. الحقيقة كانت العقوبات في الابتزاز الإلكتروني في البداية كانت حبس مثلا 6 شهور وغرامة 100,000 لا تزيد عن 100,000 جنيه. النهاردة لما شددنا العقوبات في الابتزاز الإلكتروني وشرحها كالآتي، لأن ده يهم المواطنين، أنك تاخد صورة فتاة المحتوى بتاعها تهكر عليه وتاخده وتبدأ تبتزها بهذه الصورة، تعمل تركيب عليها وتبتزها عشان تدفع لك مبلغ مالي، دي عقوبة. إذا ربطت الصورة بمحتوى منافي للأداب وبدأت تبعت هلا هي البنت تفاجأ إن دي مش صوري دي كده كلام من هذا القبيل، وتروح تحرر بلاغ في الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، دي عقوبة. أمال بقى لو شير الصورة دي علنا بأكاونت فيك على السوشيال ميديا، مؤبد السجن المؤبد، ألف سلامة. وهناك على فكرة، وهذه عقوبات، يعني احنا مش بنقول بقى ان احنا دي ملاش علاقة بحرية الرأي عن التعبير، لا لا لا، ده الحفاظ على بناتنا، الحفاظ على أعراض بناتنا، دي جرائم يا جماعة، يعني دي جرائم إلكترونية. وعلى فكرة عاوز أقول لسيادتك ان العديد من البرلمانات في الدول العربية لما جوهم عندنا البرلمان المصري وشافوا تجربة التشريعات بتاعتنا وبالأخص قانون تقنية المعلومات، الجميع أشاد بيه.
صح صح والله، لان احنا قعدنا يوسف بينا انا في هذا القانون اشتغلنا فيه اكتر من 73 لجنة ناقشنا كل حاجه. وعلى فكره من الشفافيه والوضوح ان احنا حضرنا معانا كمان الشركات العالميه في جلسه استماع في الوزير تحصل في البرلمان، فرقت في معدل تراجع الجريمه. طبعا النهارده كنت الاول بتلاقي الاداره العامه لتكنولوجيا المعلومات في وزاره الداخليه كانت بتتلقى بلاغات عديده في اليوم الواحد في الابتزاز الالكتروني. بعد هذه العقوبات والحقيقه الاعلام ابرزها بدات تقل حده ارتكاب الابتزاز الالكتروني. النقطه الثانيه، احنا لدينا من التكنولوجيا الحديثه، يعني كنا الاول مثلا لما حد يروح يحرر بلاغ في اكونت ارتكب اي جريمه الكترونيه ايا كانت، يقول لك ده الاكونت فيك، بيجي ازاي؟ ده مش احمد باده وده مش يوسف الحسيني، مين ده؟ لا، لدينا من التكنولوجيا الحديثه الان انها تكشف هذا الاكونت في اقل من 24 ساعه. واخر وقعه كانت البنت بتاعت الفستان الازرق، كشفوا مرتكب الجريمه اللي شير هذا الفيديو على تطبيق تيك توك في البدايه، كشفوه في نص ساعه رغم ان الاكونت فيك، ما كانش من الاكونت بتاعه. في نص ساعه، انا بدي حضرتك مثال وامثله كثيره. اي اكونت فيك بيرتكب جريمه الكترونيه سهل جدا ان حضرتك تضبطه وتحدده ويتم اتباع او اتخاذ الاجراءات القانونيه. بطمن حضرتك بقى في ملف الذكاء الاصطناعي، ايوه هناك تعديلات، ايوه هيكون في تعديلات حلو في قانون تقنيه المعلومات في الشق اللي يخص الذكاء الاصطناعي. من يرتكب جريمه الكترونيه دي هتحدد بقى حسب الجريمه وحسب الجرم اللي هيرتكب وحسب الفعل. الجزء الثاني، وحدات الذكاء الاصطناعي زي ما قلت لحضرتك في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على سبيل المثال، او وحدات الذكاء الاصطناعي في وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للامانه هم شغالين على رصد بعض السلبيات اللي بتحدث وبيتم الرد عليها بسرعه. لا، احنا فايقين لده كويس قوي، وان شاء الله في دور العقاد اللي جاي هيكون في تشريعات خاصه وعقوبات من يستخدم السلبيات في الذكاء الاصطناعي، وهتكون مشدده عشان انت تقفل حته ان، لان ده امن قومي زي ما قلنا. طبعا لا يصح النهارده ان انت تقلد صوت واحد تستخدم السلبيات بشكل كبير جدا، واحنا للاسف عندنا شويه قله وعي في قصه استخدام السلبيات عند البعض. زياده الوعي مهم جدا قوي، زياده الوعي تاني مهم جدا. النهارده المواطن المصري او بعض من المواطنين المصريين ما يزعلوش مني، معلوماته متاحه لدى الجميع. تلاقي النهارده بيدي بياناته، ده الواحد النهارده بقى البعض بيوم الصبح انت بتبقى عارف مكانه وهو فين من الفيسبوك، هو بيشير على هو صفحة. اللي بيكتب انا رحت فطرت كذا ومشيت في الشارع الفلاني وعملت كذا وساكن في المكان ايه ده. الجزء الثاني وده في الشق النهارده، انك ما تتعرضش لاي جريمه الكترونيه وهكذا، سواء في الذكاء الاصطناعي او غيره، في الحفاظ على الحسابات الشخصيه للمستخدمين. الحفاظ على الحسابات الشخصيه للمستخدمين ده شيء مهم جدا. من يتعرض لاي جريمه الكترونيه او هاكرز ما بيبقاش محافظ على الحساب الشخصي بتاعه. هتقول لي ازاي؟ دلوقتي الحساب الشخصي بتاعك انت النهارده، اولا رقم واحد، اي تطبيقات مجهوله ما تدوس عليها، انا بشرح بالبلدي، ما تدوس على اي تطبيق مجهول يجي لك. الجزء الثاني ريكوست، انت النهارده بتلاقي بيجي لك حد بيبعت لك طلب صدق انت ما تعرفوش مين، تروح قبله، طب هو مين ده مين اللي انت بتقبله؟ خش بقى ممكن يعقل. كان في السنه اللي فاتت او من 8 شهور كان في تطبيق كده ظهر بيقول لك ممكن تشوف سنك وانت عندك 60 سنه، كل اللي داس على ده خلاص صفحته اتسحبت. وساعتها حتى الاداره عملت تكنولوجيا المعلومات تلقت بلاغات عديده السنه اللي فاتت في ده، وتبين ده تطبيق هكر على عدد كبير جدا من المواطنين وخاصه السيدات والفتيات، خدوا بياناتهم وبداوا يبتزوهم، وطبعا تم القبض على عدد من اللي ارتكبوا مثل هذه الجرائم خلال هذه الفتره. حاجه مرعبه اصل، يعني هنا ده يخليك حتى مثلا لو نفتكر سوا الناس اللي كانوا هتلاقي عيل يتكلم في التليفون، الو استاذ فلان انا فلان الفلاني من البنك كذا، قول لي حضرتك بس اعمل حدث البيانات، هو تحديث البيانات بالتليفون؟ وبعدين تحدث بياناتي ما عندك، وبعدين عشان احدث بياناتنا انا هروح انا الفرع البنك، انت بتكلمني ليه؟ الله ينور عليك بقى، لان انا كنت لسه هقول لك فلوس الناس. في بقى حاجه جديده بتتعمل دلوقتي ودي رصدناها خلال الاسابيع اللي فاتت. احنا دلوقتي عندنا 45% من الشعب المصري بيتسوق عبر السوشيال ميديا. في شركات محترمه وفي اي كلام، وفي متاجر بتستخدم اكونتات فيك، تحط اي اسم ويبدا يتصل بيك مساء الخير يا استاذ يوسف، احنا عندنا منتج كذا انت بتتواصل، عندك البيت بيتواصل، تلاقيه
يعني انت بتتعامل بحسن نيه، ياخد بياناتك بالكامل، اسم رباعي، السكن، المكان، بياخد بياناتك كامله كامله، المتجر ده، بعض المتاجر، ورصدنا ده، وهناك بلاغات تحررت في الاداره العامه لتكنولوجيا معلومات. هو ياخدك تحري انك تدي بياناتك كامله. اولا رقم واحد، احنا دقينا نقوص الخطر وعملنا بيان بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يا جماعه ما تخشوش على متاجر مجهوله، تاكد من سمعه هذا المتجر او طبعا سمعه هذا الموقع، صح، وشوفوا الاول، تاكد هل ده رسمي ومعروف ومعلوم ولا مضروب. 45% من الشعب المصري بيتسوق عبر السوشيال ميديا، وعاوز اقول ان 20% من المتاجر مجهوله وباكونتات فيك وغير معروفه بتقوم بالنصب على المواطنين، ورصدنا متاجر بتقوم بالنصب على المواطنين في الادويه، في الاعلانات عن ادويه، وتم رصدها، والحقيقه الدوله خدت اجراءاتها تجاه ده. انا نفسي اعرف احنا بنعمل في نفسنا كده ليه؟ احنا يمكن يجي من 30 سنه والله اكتر، والله الله يديله الصحه يا رب، عادل امام عمل كان كراكون في الشارع لو انا فاكر، بلح الحاج نادي، ايوه، اغلى كيس بلح في العالم. يعني مساله النصب بالهمبكه والحاجات دي معروف. انا مش عاوز اقول لك في متجر باع مستحضرات تجميل بكام، يعني في اسبوع تعدى ال 5 مليون جنيه في اسبوع. عامل زي كان متجر في ولد من الولاد اللي بيعملوا حركه انا البنك دي، فالواد ده غالبا كان اجمد واحد في المجموعه العصابيه، وكانش عصابه لوحده، بطوله. الولد ده من ضمن الاحداث بتاعته انه كلم مثلا يوسف، خد رقم الكارت وخد رقم السريال على ظهر الكارت طبعا، وبعدين بيبدا يعمل عمليات، يقول لك انت جالك دلوقتي الرساله بتاعت البنك بتاعت الاو تي بي، اديها لي كده، فيديها له، شفطه، قال له في اي، بس في حاجه، انت في عندك اي كروت تانية في البيت؟ لانه ده غالبا في مشكله. قال له ايوه، كارت بتاع مراتي ده بجد، اداله كل راح جايب كارت، يا فلانه هاتي بس الكارت بتاع ده، انت البنك الاهلي، في الواد سامح يقول له اه ايه ده الرقم ده اهلي، فالراجل يقول له اه، ما هو النصاب عنده الحرفه ان هو مسلسل. للاسف شديد شفط من الراجل في 6-7 دقائق مرتبه، فضاله الكارت بتاع المرتب وكارت المرتب بتاع المدارس طبعا. لا لا لا، احنا الحقيقه عملنا بيانات برضو. عاوز بس اقول حاجه يوسف، بيه للمواطن يبقى عارف، الذكاء الاصطناعي هوصفه كده، السكينه، كل بيت فيه سكاكين في المطبخ يعني، صحيح، هو سكينه ممكن تقطع بالسكينه دي تفاحه وتاكلها، اه، وممكن السكينه دي تستخدمها في اذيه الاخر، قطع شرايينك، اختار يا كده يا كده. وبناء عليه التشريعات القادمه او التعديلات القادمه اللي هتكون في قانون تقنيه المعلومات ان شاء الله تحقق الرادع لحمايه بيانات المواطنين من اي عمليات نصب الكتروني. سيادة النائب نورتنا وشرفتنا، واتمنى ان احنا نشوفك كتير كده. بشكرك على اختيار الموضوع الحقيقي. لا بالعكس، ده احنا اللي بنشكرك على قبولك دعوتنا. الوقت متاخر وبتصحى بدري جدا من النجمة. احنا بكره الساعه 9 عندنا وفد برلماني اردني. طيب ينوروا، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا باذن الله على خير. واشكرك مره ثانيه، كل الشكر لسياده النائب احمد بدوي رئيس لجنه الاتصالات بمجلس النواب. يمكن خلصت الحلقه لحد كده، بس سياده النائب قال جمله مهمه جدا في كل فقره بيتكلم فيها، الوعي الوعي الوعي، ده اول خط حمايه واقوى خط حمايه. هنعمل تشريعات الدنيا والاخره ومفيش وعي، والله ولا الهوى. خلصت الحلقة يا سادة يا كرام، لكن كريم رمزي داخل حالا وبرنامجه رقم 10. أما احنا لو كلنا العمر نقابلكم بكرة في نفس الميعاد وبرنامجكم التاسعة. سلامات.